انا محتاجه ان حضراتكم تكلموني على مش بس الفرق الفايزه، قولوا لي ايه اكتر فرق كانت او نماذج العربيه اتقدمت كان فيها حاجه ملفته. طيب والسنه دي كان في يعني في تقدم ملحوظ جدا ما بين الطلبه. احنا السنه دي دايما سباق التحمل او الانديورنس ايفنت ده بيبقى متوقع ان 50% من العربيات هي اللي تكمل السباق و50% من العربيات الثانيه ما تكملش السباق. السنه دي الحمد لله احنا عندنا 12 عربيه من العربيات قدرت تعمل اختبار التحمل ده وتعديه 100% سكسسفولي. ثلاث عربيات هم بس اللي ما قدروش يكملوا لاسباب مختلفه، منها واحده ليها علاقه بانه التصميم كان فيه مشكله، يمكن احنا كهندسه عين شمس حذرناهم شويه بس ما حبوا ان هم يعملوا العربيه بطريقتهم برضو، ولكن للاسف حصل فيلير في العربيه، وعربيتين تانيين للاسف عملوا حوادث اثناء السباق للسواق يعني ما كانش دقيق قوي في العربيه. ده بالنسبه للتوتال يعني. لكن لو احنا بصينا على العربيات، احنا كان عندنا عربيات السنه دي ملفته، مش هقول هندسه عين شمس عشان يعني كانت لان ده طبيعي ان هم يعملوا عربيات قويه، لكن عندنا مثلا الكليه الفنيه العسكريه عملت عربيه فيها سسبنشن، وانا بحب احيي الفنيه العسكريه لسبب تاني مختلف تماما. الطلبه بتوع الفنيه العسكريه ما عندهمش الفريدم المدنيه زي الطلبه التانيه ان هو يقدر يخلص المحاضرات بتاعته ويخرج يروح المصنع، لا ده هو عنده ريستريكشنز بطريقه خروجه ودخوله ازاي ان هو يعمل ده. فالعربيه اللي هم عملوها الاخذ بالاعتبار الضغوطات والتحديات المختلفه اللي بيواجهوها كطلبه في كليه عسكريه، انا شايف ان الاداء اللي هم عملوه السنه دي ده كان اداء هايل جدا. التصميم العربيه بتاعتهم كان قوي جدا للتحديات اللي هي موجوده يعني. في عربيه تانية كانت فكرني بقى المنوفيه. المنوفيه انا المنوفيه اول مره السنه دي يدخلوا المسابقه، وهم من اسباب ان الزقازيق اخذت المركز الثالث يعني ان هم قدروا يعملوا السباق بسرعه عاليه جدا بطريقه غير متوقعه، مع ان هم خرجوا من اول سباق كان عندهم مشكله في العربيه ما دخلوش اول سباق. احنا عندنا ثلاث سباقات، واحد اسمه اوتو كروس اللي هو العربيه بتلف فيه منحنيات، والتاني بتاع الاكسلريشن اللي هو التسارع، والاخير اللي هو الانديورنس او التحمل يعني. فالمنوفيه قدروا يعملوا عربيه كان فيها برضه سسبنشن، وقدروا ان هم يعملوا سباق في وقت قياسي اثر على النتيجه النهائيه بطريقه مختلفه غير متوقعه يعني. بس ما كسبوش للاسف. لا ما كسبوش لان هم فاتوا ايفنت يعني، في ايفنت عليه 150 درجه ما اخدش منهم ولا درجه. أوف. وبالتالي ما قدرش ان هو يعمل ترتيب، ولكن كانت عربيه هايله يعني. مين من الطلبه كلهم من كل الجامعات اللي معانا يعني حصل له موقف محرج صعب مع عيلته مع اسرته مع الدكاتره بتوعه بسبب المشروع ده كله، ولا الحياه كلها كانت بيس؟ واحنا جينا في وقت الصراحه في وقت التصنيع كان في شمال احمد سويلم ضغطنا جامد، جينا لمدة شهر كنا بننام في الجامعة ليل ونهار، كناش بنروح البيت. ففي فترة أنا مامتي كانت بتزعقلي. بتزعقلي جامد ليه قعدت تشوفني. وقعدت شهر. مش مصدقاك. لمدة الشهر ده ليل ونهار نايمين في جامعة الزقازيق، نايمين على الأرض آخر بهدلة، كنت روحت يوم أختي تقريبا هزقتني شوية، مامتي كانت زعلانة مني لفترة كبيرة، بس لا ما بتشوفنيش. بس هي دي كانت احسن. بس كانت مصدقه ان انت لما بتقول لها يا ماما والله انا بصنع عربيه مصدقاك. هي كانت عارفه بس بتقول لي ايه اللي وصلك لمرحله زي كده؟ ايه اللي يخليك تقعد شهر كامل بره البيت؟ كنت مثلا بشوفها قال لك كل ثلاث ايام مثلا نص ساعه كده. فدي كان اكتر موقف محرج بالنسبه لي قدام مامتي واهلي. بس صدقت بقى لما انتوا اخذتوا الجائزه. الحمد لله فرحت فرحه حلوه يعني. يوم هتديها اي حاجه من الجائزه الماديه؟ وانا كل لا انا ده كل حاجه. مش عارفه ليه مش مصدقاك. سبحان الله يعني اعتبرني سيئة النية بس يعني تمام. مين تاني هنا حصل له أي مشكلة؟ كنا بنشتغل كتير جدا وكنا بنروح ساعات متأخر عشان نخلص شغلنا وكده. كنا اوقات كتير اصلا بنفضل يعني بيبقى عندنا ميد تيرمز كتير ومش يعني بنبقى بنوازن ما بين الميد تيرمز وبين ان احنا نقدر نخلص الديزاين وان احنا ننزل نصنع وكل الحاجات دي كلها. في برضو ساعات لما كانت المطره موجوده كنا فضلنا قاعدين كمان في الكليه وبيتنا في بره يعني عند صحابنا هنا في العاشر برضو عشان نقدر نخلص تصنيع يعني نكمل العربيه ونقفلها وكده. واحد احنا من السنه اللي فاتت مهتمين جدا بالرالي ده. اتنين
احنا عارفين ان المسابقات اللي بتتعمل دي مش الغرض منها بجد المسابقه وبجد انه يبقى فيه فايز، لان هم احنا مش عايزين نخرج سائقي سيارات سرعه، احنا عايزين نخرج مهندسين عندهم تراكم لما بعد كده يشتغلوا في اي مصنع يبقى مش بيبتدوا من الصفر. والحقيقه انه البحث العلمي ده اللي بيقدمه لاي مجتمع. ثلاثه، احنا مهتمين عشان فكره ربط الصناعه بالبحث العلمي دي فكره اوليه في كل المجتمعات المتحضره، واحنا شايفين الرالي ده بيعمل المساله دي. اربعه، وجود الرالي بالشكل ده والتنافسيه دي تخلي حتى المجتمع يهتم بطلبه هندسه، يهتم بالمشاريع، يهتم بالطاقه الكهربائيه. من السنه اللي فاتت واحنا مدركين انه اكاديميه البحث العلمي بتعمل حاجه صح جدا، بخلاف فكره الفرحة والحماس والرغبة في الوصول لنتائج أفضل من ظاهرة شباب الجامعات طلاب كليات هندسة في مصر كلها. عشان كده وللمرة التانية بنقول لكم احنا سعداء جدا بالرالي ده ومعاكم إلى آخر مدى في أي دعم إعلاني. لو حضراتكم عندكم كلمة أخيرة. لا انا ما اقدرش اقول اكتر من حضرتك قلتي، انت قدمتي الهدف من الرالي احسن مننا يعني. لا فاحنا هنكتفي باهداف الرالي. بجد استاذه منى اتكلمت يعني اللي هو الهدف الحقيقي من الرالي. طب تصدق بالله يا دكتور، انا كمواطن مش كاعلاميه من سنين كتيره جدا كنت بتفرج على الراليات بتاعت الجامعات بره في امريكا واوروبا في التقارير الاخباريه بتاعتها، وكنت طول الوقت يبقى اولا عندي اعجاب بالشباب دول اللي هم بيعملوا حاجه بجد عمليه، وطول الوقت كان بيبقى عندي احساس هو احنا ليه كليات هندسه ما بتعملش كده، ليه ما بيبقاش عندنا ربط المتعه بالتصنيع بالبحث العلمي. عشان كده من اول ما سمعنا الموضوع ده السنه اللي فاتت حسيت انه في حاجه كنت يمكن بتمنى ان انا اشوفها من سنين بتحصل. فانا اسفه على المقاطعه. لا اللي حضرتك قلتيه ده اللي هنستخدمه في الفيلم الديكومنتري بتاع الرالي يعني احسن تسويق للرالي واهدافه بوضوح جدا زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، هو تعليم ابداعي بطريقه مبتكره. يعني عارفه حضرتك ازاي الطلبه والشباب دول اتعلموا كويس جدا، اتعلموا ازاي يصمموا ويبنوا سياره، استفادوا من اساتذه في جامعات تانية كمان. ال الموبيليتي بين طلاب الجامعات المختلفة ما تبقاش كل جامعة لوحدها، أكيد استفادوا من خبرات جامعة عين شمس جدا جدا، جامعة عين شمس نقلت لهم الخبرات. حضرتك لما بتسمعي التيم اللي اتخرج كان بيعلم لسه الطلاب اللي في أولى وتانية، اللي هو دي الحاجات اللي احنا بنتمناها. عظيم. ويبقوا مهندسين إن شاء الله متميزين في مجال صناعة السيارات الكهربائية اللي هي الدولة اوريدي يعني بتاع حطها على الأولويات وبدأت بالفعل في إنتاج أو في توقيع عقود لصناعة سيارات كهربائية في مصر. بشكر المهندس علي حسن مدير التنفيذ لرالي السيارات الكهربائية في مصر، ودكتور محمد عبد العزيز المشرف الفني. كمان بشكر الثلاثة الفائزين، الفائز الأول أو التيم الأول معهد العاشر، الفائز المركز الأول 500,000 جنيه، الفريق الثاني الجامعة الروسية 250,000 جنيه، بشكركم، والفريق الثالث جامعة الزقازيق 125,000 جنيه رالي السيارات الكهربائية.